تعهد السفير الأمريكي الجديد لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد بمواصلة الضغط على نظام أردوغان لإعادته إلى المسار الصحيح، وتوعده بعقوبات حال استمرار تعنته. وأكد ساترفيلد أن العلاقات الأمريكية التركية تمر بمرحلة صعبة، وأنه يعارض حصول نظام أردوغان على منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400، معربا عن قلقه من مسار الديمقراطية في تركيا، وذلك في رده على أسئلة مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة على قرار تعيينه.